The greatest medicine of all is teaching people how not to need it. Prevention is the best cure and the best treatment. فأفضل دواء وأعظم دواء ممكن نعلم الناس عنه هو إنه ما يحتاجون الدواء من البداية عن طريق أكيد prevention. The prevention is the best cure. هسه نشرح هاي المحاضرة اللي هي محاضرة الفيرال كالتيفيشن. هسه احنا دائما من اخذنا الكالتشر مال البكتيريا. هسه واحد يسأل هل الفيروس ممكن نسوي له كالتشر نزرعه؟ ممكن، بس لازم ناخذ شنو؟ لازم يعني بنظر الاعتبار ناخذ انه الفيروس ما يعيش الا داخل الخلية. نعرف ان الفيروس يحتاج ان يكون داخل الخلية يلا يعيش. اذا لازم الكالتشر مالتي ما يكون كالتشر عادي، لازم الكالتشر بخلايا حقيقية، بخلايا حية. هسه احنا البكتيريا ما كنا نحتاج خلايا، نجيب البكتيريا نزرعها بالكالتشر، ما نحتاج خلايا نجيب، بس الفيروس لازم نجيب خلايا، وهاي الخلايا تكون حية ونوفر لها كل الظروف حتى يقدر الفيروس يعيش داخل هاي الخلية حتى نزرعه. إذا a virus هو a biological agent that reproduces inside the cell of living. إحنا نعرف الفيروس reproduction مالته فقط inside the living host. When infected by a virus, a host cell is forced to produce many thousands of identical copies of the original virus at an extraordinary rate. السيل الخلية من يصيبها فيروس تبدي شنو؟ الفيروس يسيطر عليها، وبالتالي يبدي يسيطر على الريبليكيشن، وهو يستغل الميكانيزم مال الخلية لصالحه ويسوي ريبليكيشن، فيبدي يعني يكون thousands of identical copies of the virus. Unlike most living things, viruses do not have cells that divide. New viruses are assembled in the infected host cell. الفيروس يختلف عن كل الكائنات الحية، ما يقدر يسوي reproduction بحد ذاته أو replication، فلازم شنو؟ لازم يعني يكون داخل الخلية الحية. إذا حتى من نزرع لازم نوفر له خلايا حية. Viruses cannot be grown in culture media or agar plate alone. إذا ما يصير الميديا والأجار بليت اللي يستخدمه للزرع وحده، لازم أكو خلايا. They must have living cells to support their replication. The easiest virus to grow are bacteriophage. أبسط شيء وأسهل شيء يا فيروس ممكن اسوي له كلتشر البكتيريوفيج. ليش؟ هو البكتيريوفيج هو فيروس يسموه البلعم البكتيري، فيروس البلعم البكتيري اللي هو اصلا يهاجم البكتيريا، فيروس يهاجم البكتيريا. زين ليش البكتيريوفيج يعتبر اسهل شيء لانه اسوي له كلتشر؟ لانه هو بس يحتاج بكتيريا، واحنا اصلا نزرع البكتيريا دائما، البكتيريا دائما نسوي لها كلتشر، فهي جاهز. الكلتشر ميديا مالتي مال البكتيريا نفسها، اجيب فيروس واقدر هذا الفيروس يعني اخليه يسوي انفكشن داخل البكتيريا واقدر اسوي له كالتيفيشن. لكن هذا ابسط شيء اللي هو البكتيريوفيج. لكن اكو فيروسات ثانيه لا، اللي هي مثلا تصيب الهيومن. زين هاي شلون؟ هنا لازم اوفر لها خلايا حيه غير البكتيريا، لازم خلايا من الجسم. زين او خلايا حيوانات، المهم خلايا حيه يلا يتنمى الفيروس. On the other hand, viruses can be cultivated within suitable hosts such as a living cell. To study bacteriophage, for example, bacteria are grown in a suitable growth media, then bacteriophage are added. إذا أنا حتى أنمي البكتيريوفيج، بلعم البكتيريا، أجيب ميديا وأنمي بها البكتيريا، أنمي بها البكتيريا وبعدين أضيف البكتيريوفيج الفيروس. زين حتى يعني شنو؟ حتى ينمو. The bacteriophage multiply within the bacteria and increase their number substantially. Bacteriophage يسوي infection للبكتيريا ويبدي يسوي replication. زين ليش يسوي culture للفيروس؟ أول شيء isolate and identify viruses in clinical specimen، يعني للdiagnosis. أول شيء للdiagnosis يسوي isolation وidentification، أعرف هذا يا فيروس، أخذ عينة شاكاني هذا المريض عنده شيء، أخذ عينة أزرعها بعدين اسوي عليها في التست اضافيه، ممكن شنو اقدر اعرف او اشوف الايفكت مال هذا الفيروس بالكلتشر فاعرف هذا يا فيروس. To prepare viruses for vaccines، بنفس الوقت انا من جاي اسوي كلتشر يعني جاي انمي الفيروس،
وبما انه انا احتاج الفيروس للفاكسين، احنا نعرف الفاكسين يا اما لايف اتينويتد فيروس زين، يا اما يكون استخدم في فيروس حي لكن مضاعف او كيلد. بكلتا الحالتين انا لازم شنو؟ لازم عندي كلتشر، لازم عندي زرع حتى اكثر الفيروس واحصل من عنده الفاكسين. To do detailed research on viral structure, multiplication cycle, genetic and effect on host cell. نفس الوقت بحالة البحوث والريسيرش، يعني ذول الجماعة مسوين ريسيرش يريدون يعرفون الستركتشر الجينيتيك الافكت مال هذا الفيروس شنو، يسووا له كلتشر ويشوفون اذا يا اما دايجنوسيس يا اما فاكسينيشن يا اما ريسيرش. هاي هي البيربسز. زين الكالتيفيشن سيستم مالتي، اني هسه اني لازم ايش عندي؟ لازم عندي خلايا حيه حتى ازرع عليها الفيروس. قد تكون هذا السيستم مالتي هو تشيو كلتشر، يعني ممكن انا اجيب تشيو يعني نسيج، اجيب نسيج وازرع عليه البكتيريا، لكن لازم اوفر الظروف الملائمه لهذا النسيج انه يبقى حي. او استخدم الامبريونيتد ايج اللي هي شنو؟ هاي بيضه الدجاج، التشيكن امبريو، امبريونيتد ايج سيستم. زين الجنين ال يعني مال التشيكن ممكن يستخدموه، او تشيو كلتشر عينه مثلا من هو المريض نفسه، ممكن تاخذ منه او من انيمال هول انيمال سيستم. اذا تشيو كلتشر يعني فد بايوبسي بها تشيو، او الايج امبريونيتد ايج اللي هي تشيكن امبريو وهول انيمال سيستم، او لا قلنا من انيمال. في بعض الاحيان استخدم هو الانيمال كامل، يعني اجيب هذا الفيروس واخليه انه يسوي انفكشن للانيمال، واشوف شنو، اشوف الكلينيكال ساين اند سيمتوم اللي تظهر على هذا الانيمال. ممكن بعدين ادرس الافكت اللي يسوي، اخذ عينه من هذا الانيمال وادرس. فكل هذا ممكن تشو كلتشر سيستم فور cultivation of viruses. Animal and plant viruses are cultivated in cell culture. قلنا شو احتاج؟ لازم عندي cell culture، يعني عندي يعني خلايا حية. A cell culture is prepared by encouraging cell growth outside the animal or plant source. أنا شلون أحصل cell culture؟ لازم أجيب خلايا أوفر لها الظروف الملائمة حتى تنمو. Outside the animal يعني يعني خارج جسم الكائن، أنا عندي culture، هاي الخلايا أخذها من كائن بس حتى تبقى حية لازم الظروف ملائمة. The cells are kept alive in a suspension of a growth factor within a petri dish. إذا عندي هذا الدش أو البليت والخلايا عندي هنا، الخلايا لازم أعطيها في ميديا مناسبة. A thin layer of cells or monolayer is then inoculated with the virus and replication take place. مرات أنا هسه مو عندي بليتة، مرات عندي في شيء اسمه مونولاير، يعني طبقة واحدة من الخلايا، طبقة هاي خلايا مثلا لتكون epithelial cell بالبليتا مالتي مونولاير. فهاي المونولاير مثلا طبعا اوفر لها كل الظروف الملائمة، اجيب بعدين الفيروس وشنو اخليه ينمو داخل هاي الخلايا حتى ادرسه، يصير الريبليكيشن داخلها. زين هاي هي المونولاير. زين fertilized egg and living animal can also be used. مثل ما قلنا الايجز مال chicken embryo والliving animals ممكن نستخدمها للكلتشر. For research study viruses can be cultivated in large volumes by inoculations to tissue culture system. مثل ما قلنا نسوي له كلتشر وين؟ بالتشيو كلتشر، اللي هو شنو التشيو كلتشر؟ قلنا مثل البايوبسي وبيها شنو؟ بيها خلايا. زين living after a time the cells are degenerated and viruses are harvested. طبعا هاي الخلايا من يصيبها الفيروس ايش راح يبدي الايفكت مال الفيروس عليها، يسموه السايتوباثيك ايفكت، اللي هو شنو؟ المورفولوجيكال تشينجز اللي تصير بهاي الخلايا. مثلا صار بيها degeneration، ليش؟ صابها الفيروس، والفيروس ممكن يصير له harvested، يعني احنا نحصله من هاي التشيو. زين حتى شنو؟ حتى ادرسه. طبعا هسه مثلا البكتيريوفاجز شلون اسوي لها جروينج باللابراتوري؟ قلنا البكتيريوفاج بالعم البكتيريا، بكتيريوفاج يعني بالعم البكتيريا. كان بي جرون ايذر ان سسبنشن اوف بكتيريا ان ليكويد ميديا اور بكتيريال كلتشر اون سوليد ميديا. اذا انا راح اجيب فد ميديا، قد تكون هاي الميديا هي ليكويد او سوليد وبيها بكتيريا، انا زارع بكتيريا سابقا،
زين ومسوي لها كلتشر، هسه يجي فيروس اللي هو البكتيريا فيج واضيفه إلها راح يصيبها. Solid media makes possible the plague method for detection and detecting and counting the viruses. هذا الفيروس هسه مو هاي، لنفرض هاي هي بكتيريا، هاي هي بكتيريا، هاي هي بكتيريا. الفيروس من راح يصيب ذن البكتيريا راح يأثر عليها، مثلا يغير لونها، يعني يسوي لها ديجنريشن فيصير لونها اسود مثلا. هاي شي يسموها بليك ميثود، بليك يسموها البليك، هاي يسموها البليك اللي هي اللي جايه من شنو تأثير الفيروس على البكتيريا. انا من تكون هاي البليك راح شنو ممكن اسوي كاونتينج حتى اعرف ايش قد اكو فيروسات صابت هاي البكتيريا، احسب ايش قد اكو بليك تكونت. كل ما بليك اكثر يعني معناته اكو افكت اكثر، يعني اكو شنو اكو مور فيروسز. ديتكشن and counting of virus. A sample of bacteriophage is mixed with host bacteria and melted agar. مثل ما حكينا بكتيريوفيج وبكتيريا وافد اجار معين حتى يصيبها. البكتيريوفيج يصيب البكتيريا. The agar containing the bacteriophage and host bacteria is then poured into a petri plate containing a hardened layer of agar growth media. طبعا انا عندي هاي البليت اللي هي يسموها البتري بليت اور الدش، بيتري ديش اللي هي شنو انمي عليها، شو اضيف؟ اضيف الاجار ميديا مالتي زين، واضيف شنو البكتيريا اللي انا نميتها، بعدين شو اضيف لها البكتيريوفيج حتى يصيبها ويصير النم. زين the viral particles are concentrated by precipitation method and purified by centrifugation. زين اذا اريد اعزل الفيروس دائما اكو جهاز يسموه جهاز الطرد المركزي او سنترفيوج. هذا اذا اني ورا ما شفت السيتوباثيك افكت اللي اثر الفيروس على البكتيريا اريد اعزله، اريد اعزل الفيروس. مثلا انا اريد اعزل ليش الفيروس، اريد اسوي فاكسين. شلون اعزل الفيروس؟ يسموها اسوي له هارفستنج للفيروس، يعني اعزله عن طريق السنترفيوجيشن بيوريفايد، يعني اعزله عن البقيه، وممكن اخليه يتركز عن طريق الترسيب، يترسب ويتركز وبعدين ينفصل وينعزل لأغراض الستدي، يعني اللي هي ولأغراض الفاكسينيشن وغيرها. Highly purified viruses can be obtained by crystallization and concentration under established condition. أكو في الظروف معينة راح ممكن شنو يحصلون هذا الفيروس يكون purified، معزول ومفصول عن البقية. pure يعني زين، بس فيروس بدون بكتيريا زين، بطرق يسموها الكريستاليزيشن والكونسنتريشن، بس بظروف ملائمة تكون. هسه هذا فلاسك كونتيننج تيشو كلتشر جروث ميديوم ويتش بروفايد نورشمنت تو جروينج سيلز. اذا هذا هسه هو تشوفون هذا الفلاسك وبي هاي الميديا، هاي الميديا بيها كل الجروث فاكتورز، كل الريكويرمنت اللي تحتاجها الخلايا حتى تعيش، حتى تكون ليفينج، وبالتالي ممكن ننمي عليها الفيروس. ذا سيل كلتشر هسه انا كل ساعه نعيد سيل كلتشر، قلنا اللي هو الكلتشر اللي استخدم بيه ليفينج سيلز. ان مودرن يوزج تيشو كلتشر جنرالي ريفير تو ذا جروث اوف سيلز فروم ا تيشو فروم ا مالتي سيلولار اورجانيزم. زين ان فيترو يعني مثل ما حكينا التيشو كلتشر هو نفس السيل كلتشر، بس عاده السيل من اقول سيل كلتشر عاده اقصد مونولاير، مونولاير يعني طبقه واحده اللي هي شنو طبقة واحدة من الخلايا، هيك طبقة واحدة من الخلايا سيل كلتشر. اما من اقول تيشو كلتشر لا، التيشو يعني معناته ممكن شنو ملتيبل لايرز، لكن هو نفس الفكرة اثنيناتهم جاي يسوي جروث لذن الخلايا، وين ان فيترو يعني خارج الجسم بالمختبر. The cells may be cells isolated from a donor organism, primary cells and immortalized cell line. هسه راح نشوف انه هذا الكلتشر مالتي مرات يسموه primary، مرات يسموه immortalized اللي هو cancer، يعني cancer cell. مرات استخدم cancer cell ليش؟ لأن cancer cell replication مالتها يعني تعتبر immortal، شون خالدة يعني ما ينتهي replication. زين the cells are bathed in a culture media which contain essential nutrient and energy sources necessary for the cell. هاي الخلايا حتى تبقى عايشة أوفر لها النيوترينت المناسبة والإنرجي المناسب.
The term tissue culture is often used interchangeably with cell culture. قلنا من أقول cell culture أو أقول tissue culture نفس الفكرة. بس قلنا هذا على الأغلب أقصد mono layer طبقة واحدة هنا multiple layers. Cell culture have replaced embryonated egg as the preferred type of growth medium for many viruses. بالسابق أكثر شيء كانوا يستخدمون هي هاي ال chicken embryo. زين هسه حاليا يفضلون السال كلتشر يعني اللي هو شنو يقصد به انه ناخذ بايوبسي وناخذ هاي الخلايا وننميها افضل من انه مثلا الامبريونيتد الايج مال التشيكن يعني مال التشيكن بريفيرد يفضلون السال كلتشر. The literal meaning of tissue culture refer to culturing of tissue piecing. نفس التشيو كلتشر يعني فتاخذ بيسز من تشيو وتنمي. زين tissue culture is an important tool for the study of biology of cells from multicellular. نفس الفكرة تدرس ممكن هم يعني تدرس حتى cells نفسها تدرس البيولوجي مالتها ومكوناتها. tissue culture مو بس حتى تزرع فيروس ممكن تدرس البيولوجي مال السيل اللي خاصة من المulticellular organism. فد in vitro middle in vitro قلنا خارج الجسم يعني for the tissues in a well defined environment which can be easily manipulated and analyzed. نفس الفكرة يعني فد environment مناسبة حتى ادرس هاي الخلايا وادرس الفيروسات اللي راح تصيبها. السيل كلتشر هسه انا السيل كلتشر اكو ثلاث انواع بي اللي هي شنو البرايمري سيل لاين البرايمري والديبلويد سيل لاين البرايمري والديبلويد. وين الثالث ما اعرف هل هو مكتوب هنا ولا لا اللي هو يسموه الكونتينيوس. خلينا نشوف هذا كونتينيوس سيل لاين. اذا السيل كلتشر اذا يجي سؤال شنو هو التايبس مالته تقول لي برايمري سيل لاين ديبلويد سيل لاين وكونتينيوس سيل لاين. شنو البرايمري سيل لاين يعني هو البايوبس اللي تاخذها دايركتلي من الشخص او من انيمال. يعني انت هذا derived from tissue slices tend to die out after only a few generations. هاي اللي تاخذها دايركتلي من الشخص من المريض او من انيمال. يعني هو في tissue slices تاخذها وين تزرعها تجيب هاي الميديا تزرعها راح تزرع هاي الخلايا. زين هاي الخلايا زين من تزرعها هنا بالجروث ميديا من تزرعها بهاي خلايا اعتبروها من تزرع هاي الخلايا بالجروث ميديا فراح شنو صح يصير بريبليكيشن بس تبقى فيو جنريشن ويوقف يصير بها الشيخوخه ويخلص عمرها بعد ماكو ريبليكيشن. وهم يعني ليش لان هاي الميديا راح تخلص كل مكوناتها بعد ماكو بعد ماكو ريبليكيشن. اذا فيو جنريشن تطول فشي يسوون ياخذون خليه من البرايمري سيل لاين. من تاخذ خليه من البرايمري سيل لاين وتزرعها بميديا هي وحدها هاي راح تبدي هم يصير بها ريبليكيشن يصير الريبليكيشن هنا شو اسميها هاي الثانيه اسميها الديبلويد سيل لاين. هاي الديبلويد سيل لاين هاي البرايمري اللي اخذتها دايركتلي وهاي الثانية الديبلويد. الديبلويد شنو هو؟ developed from human embryos مثلا هنا أنا السورس مثلا human embryo can be maintained for about هاي شنو هاي تطول 100 generation أكثر ذيك ما طولت few generation هاي توصل حتى 100 generation and widely used for culturing viruses that require a human host. واضح؟ البرايمري ما تطول لك بس few generation تخلص الميديا. الديبلويد لا تطول اكثر زين صار لها ادابتيشن وتطول لفتره اطول. هاي الديبلويد عاده ناخذها من الهيومن امبريو زين. اما اذا الخلايا صارت كانسر راح تصير عندي الكونتينيوس سيل لاين. وين فيروسز ار روتينلي جرون ان ذا لابوراتوري كونتينيوس سيل لاين ار يوز ذيز ار ترانسفورم كانسر سيل ذات كان بي مينتيند ثرو ان انديفينيت نمبر اوف جينريشن اند ار سم تايمز كولد مورتال سيل لاين او امورتال. الحقيقه امورتال سيل لاين يعني الخالده زين. كونتينيوس يعني كانسر هاي الكانسر تبقى تصير بيها ريبليكيشن فهنا هاي ممكن نستخدمها لزراعه الفيروسات زين.
هسه هذا a tissue is treated with enzymes to separate the cell. طبعا انت مثلا عندك tissue بالجسم، هذا فد tissue بالجسم وبي خلايا، طبعا انت لازم شنو تعرضه الى انزيمات حتى تفصل، يسوي له degradation تفصله وين، حتى وين الزرعه بالكلتشر مالتك. لازم اكو انزيمز to separate the cells. Cells are suspended in culture، تحطها بالميديا. زين النورمال سيلز اللي انت جبتها دايركتلي شو اسميها؟ برايمري سيل لاين، قلنا جرو ان ا مونو لاير. هاي البرايمري سيل لاين اللي هي فد مونو لاير، مونو لاير هاي البرايمر. زين لكن اذا صار بيها ترانسفورميشن وميوتيشن اللي هي الكونتينيوس اللي هي الكانسر، دو نوت جرو ان ا مونو لاير، هاي صارت كانسرس. دائما الكانسر شي يكون الجرو مالته على شكل تيومر، ما يكون هيجي طبقه واحده، مو مونو لاير. إذن البرايمري سيل لاين تحصلها دايركتلي تكون مونو لاير، هاي اللي هي تبقى نورمال سيل، اما الكانسرس ما تكون مونو لاير، شوف اكثر من طبقه، ليش؟ لان هي كانسرس يعني. زين كلتشر زين شنو الظروف؟ يعني الظروف هي لازم ظروف ملائمه للنمو. It vary widely for each حسب السيل انت اللي ماخذها. The artificial media invariably consists of a substrate or medium that supply the essential. اذا لازم بالميديا ايش اكو essential nutrient مثل امينو اسيد، كربوهيدرات، الفيتامينز، المينرالز، جروث فاكتورز معينه، هرمونز معينه، ممكن حتى اكسجين، سي او 2 غازز، حتى تعطي او تهيئ ظروف ملائمه لل عيش. It also regulate the الفيزيكو كيميكال environmental. لازم الفيزيكال والكيميكال والانفايرمنتال كونديشن، اذا لازم فيزيكال كونديشن ملائمه وكيميكال كونديشن ملائمه والانفايرمنت ملائمه، اللي هي البي اتش لازم، اوزموتيك بريشر لازم، التمبريتشر، هاي كلها لازم تكون ملائمه للنمو. موست سيل ار انكرو ريج ديبندنت، انكوريج ديبندنت. شنو يعني انكوريج ديبندنت؟ يعني اغلب الخلايا هي هسه احنا خلايا الجسم اغلبها هي شنو؟ اكو في جسمنا في بيسمنت ممبرين وعليه الخلايا، صح لو لا؟ بيسمنت ممبرين وعليه الخلايا، يعني انكرد الخلايا مالتنا، انكرد يعني شنو؟ مثبته، المفروض تكون انكرد. ان مست فهي هاي نورمال، هي تكون مثبته ثابتة على فد بيسمنت ممبرين، فلازم انت بالكلتشر لازم تكون هي همين attached to a solid or semi-solid substrate adherent or monolayer culture، اللي هو هذا المونولاير كلتشر، انه هنا تثبت الخلايا مونولاير، حتى شنو تكون همين الظروف ملائمة مثل ما جاي يشوفون هيك تكون anchored يعني adhered. adhere هنا انا اكو فد بس ثواني تكون ادهير، حتى شنو تشابه النورمال. زين لازم تكون الشابه النورمال، فد اذا هي تكون attached to a solid or semi solid substrate. Other can be grown floating in the culture suspension. في بعض الاحيان هسه هذا adherent، اللي هو شنو adherent؟ انه الخلايا شنو تكون مثبته. adherent يعني الخلايا تكون مثبته وين؟ بالقاعده، مثبته حتى شلون البيسمنت ممبرين بالنورمال، هذا يسموه adherent cell culture. واكو لا هذا suspension، هنا الخلايا floating، هنا اكو خلايا، هنا اكو خلايا، هنا اكو خلايا floating تسبح. زين هاي according to the type of cell. زين اذا قد تكون suspension يعني هيجي تسبح بيها، تسبح بالميديا، او تكون adherent مثبت. زين شنو الفرق بين الادهرنت والسسبنشن؟ الادهرنت موس اغلب الخلايا، لان اغلب خلايا جسمنا هيج، فلازم تكون ادهرنت. موس سيل كان بي كلتشرد ان ذس واي، بينما هنا سيلز ويتش ار ادابتد تو ا سسبنشن كلتشر اور نون ادهرنت، هنا بس الخلايا اللي صار بيها ادابتيشن، صار بيها فد تغير بحيث انه ممكن تعيش بهاي السسبنشن. الادهرنت باسجينج ريكوارد ات سيرتن انترفال. Passaging is much easier. Can dilute culture to stimulate the growth. زين. هنا
حتى تسوي باسج لازم اكفد انترفال، تنمو هاي يخلص الانترفال وتسوي باسج ثاني، بينما هاي السسبنشن هي فلوتنج، هي فلوتنج زين، فاصلا الباسج راح يصير فلوتنج مو مثل هذا. هسه انا المونولاير هي طبقه واحده زين، فالريبليكيشن مالتها شنو او الباسجنج لازم انترفال ولازم ابدي بميديا ثانيه انقلها، فاكو فد انترفال زين شويه صعب الباسجنج مالتها، يعني يقصد بي شلون الريبليكيشن، ليش؟ لان هي فيكست ودائما السايز مال الكونتينر قليل زين، مو مثل هذيك فلوتنج وتسبح، ف يكون الباسجنج مالتها اسهل، هاي تحتاج فد انترفال، هاي الباسجنج ماتش ايزير. ممكن اسوي ستيميليشن للجروث بطريقه يعني اكثر بالسسبنشن، لكن الادهرنت شنو اشوف يعني اسوي فيجواليزيشن للسيلز اسهل، ليش؟ لان هي مثبته موجوده فقط وين؟ بالقاعده، بينما هنا هاردر لانه هنا فلوتنج وتسبح فشويه هارد. سيل ديسوشيتد انزيماتيكلي اور ميكانيكلي زين، هنا انا من حضرت هذا الكلتشراني اخذت ذن السيلز عن طريق انزيمات او ميكانيكال، يعني قطعوها وثبتوها هنا بالكلتشر ميديا، هنا أنا لا ما تحتاج not required enzymatic or mechanical dissociation، لأن مثل ما قلنا هاي هي floating، هي حرة ما مثبتة، فالباسجينج مالتها وال راح يكون أسهل زين. ودائما الباسج هو شنو الباسج؟ الباسج إنه أنا عندي هاي ميديا وبيها خلايا، من يعني تكمل الميديا وبعد ماكو فيد مساحه للجروث اخذ سيل وانقلها الى ميديا ثانيه، هذا الباسجنج. فهاي الادهرنت صعبه، ليش؟ لان هي مثبته، بينما هاي الفلوتنج الباسجنج اسهل. ف اتمنى وضحت هاي شغلتها زين. شنو الديس ادفانتجز مال السيل كلتشر؟ لونج بيريد اب تو 4 ويكس ريكوايرد، طبعا هاي تطول مو مثل اللي هي الميديا مال البكتيريا قبل، لا هاي طول up to 4 weeks يعني شهر. ممكن poor sensitivity، sensitivity depends on large extent on the condition، طبعا لان ظروف العينة ظروف الجروث، ممكن انت خطأت بظروف الجروث فما شفت الفيروس، يعني تكون non sensitive، يعني ما تسوي detection للفيروس بسهولة، ليش؟ لانه ممكن انت غلطت بالconditions مال الجروث، فممكن اذا poor sensitivity، ممكن تجي بكتيريا وتسوي contamination وتخرب الشغل، ممكن اكو في toxic substances maybe present، واكو فيروسات اصلا ما يصير لها culture، hepatitis B مثلا ما يصير، الدياريا الفيروسات اللي يسوي لك دياري، البارفو فيروس، الهيومن بابلوما فيروس، ذني في فيروسات ما يصير لها culture زين. الستيبس انا هسه اريد اسوي كلتشر، شنو الستيبس؟ كالتيفيتنج انيمال فيروس يوزنج تيشو كلتشر تكنيك انفولف ذا الستيبس. اول شيء المونولاير بريبريشن، قلنا هاي طبقه المونولاير زين. كلونال سيل لاين بريبريشن، هذا هو الباسجنج، اقصد الباسجنج هو يسموه كلونال سيل لاين بريبريشن، اللي هو نفسه مثل ما انا حكيت. هسه انا عندي هاي ذني الخلايا زين، اخذ سيل منهن زين وازرعها بميديا، هاي السيل يسموها كلون، راح شنو هاي السيل وحده راح تعطيك كلون، يعني او الكلون هي مجموعه الخلايا اللي تنتج من خليه وحده، فهاي الخليه مو يصير بها ريبليكيشن راح تنتج لك خلايا ثانيه زين، فهذا هو الكلونال بريبريشن، وبعدين اضيف لها الفيروس انفكشن وذ ذا فيروس. زين المونولاير وكلونال سيل لاين بريبريشن نفس الحكيدين، عاد السيل كلتشر هو رمو انه افصل السيل ريموفال فروم ان انيمال اور بلانت اند ذير سبسيكوينت جروث بكونديشن معينه، اذا هي هذا السيل كلتشر، اخذ سيلز من انيمال اور بلانت واعطيها في الظروف ملائمه، ذا سيلز مي بي ريموف فروم ذا تيشو دايركتلي اند ذس
aggregated by enzymatic or mechanical means before cultivation. مثل ما قلنا، يا أما استخدم إنزيم يفصلها عن الهوست مالتها وأخذها، أو ميكانيكال يعني أقطعها. زين. Or they may be derived from a cell line or cell strain that has already been established. قلنا احنا مرات حصلها دايركتلي من الانيمال اسميها برايمري سيل لاين، لكن الدبلويد، الدبلويد اللي احصلها من البرايمري، احنا مو قلنا الدبلويد هي اللي تحصلها من البرايمري. زين، فيقول لك مرات انا احصلها دايركتلي من الانيمال، زين، from a cell line or cell strain، يعني اما انا احصلها قلنا من الانيمال اور بلانت، او احصلها من فيت سيل لاين سابق اللي هو انا مجهز هذا الكلتشر مجهزه اسميه برايمري، اخذ من عنده واسوي ديبلويد سيل كلتشر. زين، وقلنا الديبلويد دائما جنريشن مالته اكثر، برايمري ديبلويد وكونتينيوس. البرايمري عندنا هسه انا عندي هذا التشيو، هذا في التشيو معين استخدم فد انزيم فد ميكانيكال مين احصل الخلايا واسوي شنو اسوي، هذا هو المونولاير. مونولاير راح يصير بيها ريبليكيشن مثل ما تشوف. Then stage of culture after the cells are isolated from the tissue and proliferated under appropriate condition until they occupy all the available substrate. طبعا من الميديا تكمل بعد ماكو مساحه بيها، هسه هاي الميديا هاي خلصت بعد ماكو مساحه للجروث، هذا شيء يسموه الكونفلنس. الكونفلنس فلازم شنو، لازم اخذ هاي الخلايا وازرعها بميديا ثانيه. زين، ايش راح يسموها؟ يسموها الديبلويد سيل لاين. هسه نشوف، اذا هذا البرايمري كلتشر هو الكلتشر اللي اخذه اني من انيمال دايركتلي عن طريق انزيمات عن طريق ميكانيكال واعطيها في الجروث ملائمه فتن. مثال على برايمري مانكي كيدني سيل اند مايس فايبروبلاست، ياخذون من الكيدني مال المانكي خلايا، ممكن هي البرايمري سيل كلتشر، ممكن من المايس. الديبلويد، الديبلويد يسموها السب كلتشر. هسه انا هذا البرايمري، هذا البرايمري خلاص همين بانزيمات معينه افصل الخلايا وازرعها من جديد، هذا شو اسميه؟ اسميه الديبلويد او السب كلتشر، يعني الكلتشر اللي حصلته من الكلتشر الاصلي. After the first sub culture the primary culture becomes known as a diploid cell line or subclone. اذا البرايمري كلتشر يتحول هنا من اخذت من عنده يتحول اسمه ديبلويد سيل لاين او سب كلون او سب كلتشر، مثل الفيتال لانج، هيومن فيتال لانج. الكونتينيوس اللي هو المالجننت اللي هو الكانسر. When a finite cell line undergo transformation and acquire ability to divide indefinitely it become continuous. اذا الخليه او فيت سيل لاين معين صار بي ميوتيشن transformation صار كانسر يسموه continuous. زين، يصير immortal. immortal يعني خالدة، يسموه صار transformation يعني mutation، ممكن spontaneously or ممكن هي واحدة الخلايا يصير بيها mutation، ممكن لا اني شنو انطيها فت chemicals واحفز للميوتيشن، او هو الفيروس راح يسوي بيها mutation نفسه. زين، فانت حتى تحصل الكونتينيوس سيل لاين عندك يعني اللي هو الكانسر، اما انت جاهز تاخذ كانسر سيل من هيومن اور انيمال، هذا الهيومن هذا الانيمال مصاب بكانسر، تاخذ ذن الكانسر سيل وتستخدمه، او لا تجيب نورمال سيل وتزرعها طبيعي كبرايمري. زين، وتحصل سيل لاين من عندها، بس شنو تضيف لها؟ كيميكال، تضيف لها فيد فيروس يحولها الى كونتينيوس سيل. إذن الكانسر يا أما كانسر جاهز من أورغان من شخص معين، أو لا خلايا طبيعية وأنت تسوي بيها الميوتيشن. ولا ما جهزت الكلتشر مالتك لازم تجيب الفيروس. The clonal cell lines suspended in a suitable media are infected with any desired virus which replicate inside the multiplying cell. راح أضيف الفيروس لهاي الكلتشر مالتي. If the virus is virulent they cause lysis of the cell and virus particles are released. طبعا راح يأثر يسوي cytopathic effect على هاي الخلايا وممكن يسوي بها lysis. وقلنا شيء تبين مرات على شكل plaque or plaque
فالنقط السوداء تدل على وجود الفيروس. حسب الفيروس، كل فيروس ها البكتيريوفاج اللي هو يسوي لك بلاك. These newly produced viral particles infect adjacent cells, as a result localized area of cell destruction analysis plaques. مثل ما قلنا هاي الفيروس مو هو يصيب خلية واحدة يقتلها ويروح للخلايا الباقية فيتكون مثل البلاك. البكتيريوفاج ممكن البكتيريوفاج ازرعه بانيمال، زين بانيمال، انيمال ببكتيريا معينه، فازرع هذا البكتيريوفاج على البكتيريا مالت. انيمال انوكيليشن may be used as a diagnostic procedure for identifying and isolating a virus from a clinical. انت عندك عينه تزرع، وين تزرعها؟ توديها على انيمال وتزرعها بالانيمال حتى تشوف تتاكد شو راح تصير ساين اند سمتم على هذا الانيمال، او تاخذ بايوبسي بعدين من عنده وتشوف. After the animal is inoculated with the specimen, the animal is observed for signs and symptoms or is culled so that infected tissue can be examined. اذا تاخذ بايوبسي مثلا وتشوف السيتوباثيك افكت مال هذا الفيروس على الخلايا او الساين والسيمتومز على الانيمال. في بعض الاحيان لا، هذا البكتيريوفاج زرعه بامبريونيتد ايج، اللي هي شنو امبريونيتد ايج؟ اللي هي تشيكن امبريو. A fairly convenient and inexpensive form of host for many animal viruses. قلنا هواي viruses ممكن تزرعها على chicken embryo. A hole is drilled in the shell of embryonated egg and a viral specimen or suspected viral containing tissue is injected. انت عندك هاي الايج، هاي الايج طبعا بيها هذا جنين، هذا جنين الchicken بمناطق معينة. لازم تحفظون شنو المناطق اللي ممكن يستخدموها لانه يزرعون فيروس، اللي هي شنو؟ اليولك ساك، يسموه يولك انوكوليشن، يولك ساك انوكوليشن. هذا الانتل الالنتوين اللي هو في ستراكتشر يسموه شنو هذا؟ هذا اللي هو الانتون الانتويك انوكوليشن. ممكن شنو؟ ممكن بالامنيوتك كافيتي، هاي الامنيوتك كافيتي الامنيوتك فيسموه amniotic inoculation، وممكن بالكوريو الانتويك ممبرين، هذا اللي يسموه الكوريو الانتويك ممبرين inoculation. زين اذن شنو؟ يا اما يولسارك inoculation، الانتويك inoculation، amniotic inoculation، وكوريو الانتويك ممبرين inoculation. حفظوهم ذني كلش مهمة، المناطق اللي ممكن يسوي كلتشر للفيروس بيه. وقلنا تاخذ الفيروس وتزرع. زين there are several membranes in an egg. قلنا هذين الممبرينز اللي درسنا عنها هسه. And the virus is injected near the one most appropriate. حسب الفيروس شنو افضل يعني مكان للجروث يزرع. viral growth is signaled by the death of the. زين انا شلون راح اشوف التغيرات؟ يا اما هذا الامبريو يصير بي ديث فاتاكد انه فعلا كان هذا هو الفيروس وهذا الافكت مالته، أو cell damage، أو pox or lesions on the egg membrane، فد lesion شفيت، فد تغيرات معينة، damage معين، death. هاي سابقا كانت the most widely used method for viral isolation and growth. إذن سابقا كانت كلش شائعة الاستخدام، هسا قلت. قلنا استبدلناها بالcell culture. زين ممكن كانوا يستخدموها للفاكسيني ايضا، يحصلون يعني ينمون فيروس حتى يحصلون الفاكسين من عنده. زين زين قلنا الساينز، هسه انا هذا الايج شنو هي الساينز اوف فايرال جروث؟ شلون اعرف ان الفيروس فعلا نمى وفعلا سوى؟ يا اما ديث، يا اما ديفكت بالديفلوبمنت مالته، صار ديفكت كونجنتال انوماليز معينه، لوكالايزد اريا اوف دامج، في الدمج معين، في سبوتس بيها. زين مثل البوكس اور سبوتس، في مناطق شلون البليكس، في مناطق دامج. الامبريونيك فلويد اند تيشو كان بي بريبيرد فور اكزامينيشن وذ الالكترون. ممكن تاخذ الفلويد والتيشو وتفحصه بالالكترون مايكروسكوب حتى تشوف الفيروس. وممكن سام كان بي اولسو بي ديتكتد باي ذا ابيليتي تو اجلوتينيت ريد بلاد سيل. اذا تتذكرون اكو فيروسات عندها فيد
بروتين يسموه هيم اجلوتينين يسوي اجلوتينيشن مثل الانفلونزا فيروس، يسوي لك هيم اجلوتينيشن للار بي سي. زين شلون يسوي كلامبنج إلها او انتي بودي. يعني ممكن انت هذا الكلتشر تستفاد منه انه بعدين تسوي عليه بايو كيميكال تيست مثل اجلوتينيشن، ممكن تسوي عليه العفو اللي هو سيرولوجيكال يعني اميون مثل اجلوتينيشن، ممكن انتي بودي انتيجين انتي بودي. زين اذا كان فعلا موجود، اذا يا اما تشوف افكت هذا هسه الامبريو التشيكن امبريو، يا اما صار بي شنو ديث، يا اما كونجنتال انوماليز، يا اما فد سبوتس معينه، او اسوي اجلوتينيشن انتيجين انتي بودي رياكشن. زين هسه انا شفت هذا الافكت، اريد اعرف من خلال الكلتشر اريد احصل معلومات مثلا ايش قد اكو فيروس. فيروس ار جنرالي تو سمول تو بي سين اندر لايت مايكروسكوب ان الكترون مايكروسكوب يوجوالي نس. طبعا اذا اريد اشوف الفيروس نفسه لازم الكترون مايكروسكوب، بس اني استخدم اللايت مايكروسكوب حتى اشوف السايتوباثيك افكت الافكت مال تاع الخلايا. When virus is replicated and been harvested in concentration viral particles virion in the viral stock solution must be determined. انت هسه جمعت الفيروس لازم تحدد ال concentration، تسوي في solution وتحدد ال concentration حتى تطلع الفيرال لود ايش قد اكو فيروس. زين يعني سبب هذا الديزيز المعين الفيرال لود مثلا او concentration معين. زين بعد شنو the most important method and most commonly used to determine the concentration of a stock solution of bacteriophage is the plaque assay. قلنا يحسبون هذا، هسه هذا اكو فد بكتيريوفيج صاب بكتيريا وسبب عليها فد ليجن هذا البلاك فد سواد اللي هنا ذن الليجن اللي تشوفوها هاي سموها بلاك، تحسبهن راح تعطيك فد انديكيشن على الكونسنتريشن مال الفيروس. زين من خلال بلاك اس ذا كونسنتريشن اوف ذا ستوك سوليوشن اوف ذا جيفن فيروس جيفن ان بلاك فورمينج يونت. اذا هذا التركيز اللي تحصله. زين مثلا لقيت ذني لنفرض الف، شي يسموه هذا يسموه الف بلاك فورمينج يونت. زين تقول انه تركيز الفيروس هو الف بلاك فورمينج يونت مو الف فيروس، طبعا اكثر يعني اعداد هائلة يعني من الفيروس، بس الفيروسات اللي بس شنو بس هذن الفيروسات راح كل مجموعة من عدها تسوي لك بلاك هذا اللون الاسود اللي تشوفه. فهنا انا مثلا طلع الف بلاك فورمينج يونت. زين فد indication لل concentration. Then the plaque assay is performed by cultivating the virus on a lawn هذا اللون of host cell and noting the presence of a clear area where viruses have replicated and destroyed the cells. Then virus من يسوي lysis للبكتيريا هذا البكتيريوفاج راح تبين. زين كل plaque is assumed to come from a single. Then كل plaque هي جاية من فيروس بارتيكل واحد ممكن، بس هذا الفيروس البارتيكل واحد اكيد سوى ريبليكيشن فسوى فيعني هو صح. شلون الكولوني تجي من خلية واحدة، فهنا الفيروس الواحد هو اللي راح يسوي انيشيشن لهاي البليك، بس هذا الفيروس اكيد راح يصير له ريبليكيشن. فيرال ميجرمنت انذر واي اوف ديترمايننج فيروس انفكشن. بعد اكو طريقة ثانية is by cultivating the virus in living animal and determining which dilution of the virus is lethal to the animal. The end point dilution can be calculated. يزرعوها بانيمال وكل ساعة يخففون شلون التايتر يخففون مثلا يخففون 1 إلى 10 بعدين 1 إلى 100 بعدين 1 إلى 1000. مثلا شافوا انه من خففوا 10 مرات مات الانيمال. زين من خففوا 100 مرة هم مات ديث يعني شنو يعني بس هنا هو اكو فيروس وصعب انيمال.
خففوا تركيز هذا الفيروس، 1 إلى 10 شافوا انه هو عالي لدرجة انه هم سوى دث. خففوه 100 مرة هم سوى دث مثلا. لكن من خففوا 1000 مرة شنو شافوا؟ بقى لايف، بقى الانيمال لايف. ليش؟ قل تركيز الفيروس. فيا هو ال end point dilution، يا هو اخر dilution سبب لك death 1 إلى 100. شلون التايتر؟ شلون التايتر بالانتيبودي؟ 1 إلى 100، يعني من خففت بدرجة 1 إلى 100 صار death، لكن من خففت 1 إلى 1000 ما صار. فالهايست dilution اللي سبب لك death للانيمال هو 1 إلى 100. هذا ينطيك انطباع على الكونسنتريشن اللي هنا وتخلص.